قبل ما نقول الشعر تعالى نتعرف على الشعر. الشعر اسمه شعر جميل صدقي الزهراوي. ده شاعر عراقي مش مصري، ده شاعر عراقي ولد سنة 1863، ملحق حد وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة. كان من أفضل الشعراء اللي تلمذوا على يد الشاعر الكبير محمود سامي البارودي، الشاعر المصري محمود سامي البارودي. هو كان أستاذ للشعر العراقي ده، وكان ليه شعر كتير جدا في أهمية العلم وقد إيه العلم مهم. وده الشعر اللي احنا ناخده النهارده، هنتكلم عن العلم واجب وأهمية العلم بالنسبة لنا. عندي سؤال، العلم نور بين أيدي المرء في كل المطالب. ماشي. نعم. هو مش حفظ؟ لا مش حفظ. تمام. والجهل أشبه بالظلام يخفيه من كل جانب. العلم يعفي المرء في الأعمال من ثقل المتاعب. في العلم تخفيفا لما يعرو الحياة من نوائب. في العلم توسيع للأبواب التجارة والمكاسب. في العلم إصلاح المفاسد والعقائد والمذاهب. أنا لا أوفي ذكر ما للعلم من غزائر المناقب. يا قوم إن العلم بالإجمال محمود العواقب. يا قوم إن العلم ثم العلم ثم العلم واجب. يبقى هنا الشاعر بيتكلم عن أهمية العلم وقد إيه العلم مهم جدا من كل الجوانب، وإن قد إيه بيفيدنا في حياتنا في التجارة في المكاسب في حاجات كتيرة في حياتنا، إذا كان حياتنا العلمية أو حياتنا الاقتصادية أو أي حي... يعني أي جانب من جوانب حياتنا بيفيدنا جدا. بيفيدنا كمان العلم في العقائد، يعني أنا عندي تفسير للقرآن بسبب العلم، يبقى عندي العلم فادني في حاجات كتير. طلعني من ظلمة الجهل لنور العلم. العلم ده واجب علينا، لازم ان احنا نتعلم. من يعني لو مش عارفين حاجه اسال عنها. العلم ده واجب على كل شخص عايش، ما ينفعش يقول لا انا مش عارف يبقى خلاص يبقى مش عليا ذنب. لا، العلم ده مهم لينا. العلم ده هو اللي بيطلعنا من ظلمه الجهل. شبه لنا العلم زي النور والجهل بالظلام، لكننا العلم ده بيطلعنا من ظلام الجهل وبيحقق لنا كل الاماني اللي احنا عايزينها والمطالب اللي احنا عايزينها. انا مثلا دلوقتي طالب، عايزه بكره ابقى مثلا معلم، عايزه ابقى دكتور، عايزه ابقى مهندس. ده كل ده هبقى ازاي كده؟ هبقى بالعلم، ان انا ادرس واجتهد واتعلم صح عشان اطلع مهندس او دكتور، وكمان ابقى دكتور شاطر اكتر لو انا اتعلمت اكتر، قريت كتب اكتر. في دكاتره كبار ودلوقتي بيفضلوا يقروا ويتعلموا حاجات زياده عشان يفيدوا نفسهم ويفيدوا غيرهم، لان العلم زي ما احنا عارفين متطور، كل يوم بنكتشف حاجه جديده. فهنا الشاعر بيشبه لنا الجهل بالظلام، وان العلم ايه؟ نور. ولو انت اخترت طريق النور هيبقى طول حياتك طريقك نور. لو اخترت طريق الظلام هيبقى طول حياتك طريق ظلام بسبب الجهل اللي انت عايش فيه. العلم ده هو اللي بيرفع الامم وبيقدمها وبيخفف علينا المصائب وبيحل لنا مشاكلنا، بيوسع لنا الارزاق، الرزق بتاعنا، التجاره بتاعتنا. لو انا مثلا عندي محل او فاتح مصنع بسبب العلم، انا ممكن اطور في الالات، اطور في الحاجه اللي انا بعملها، في الحاجه اللي انا بنتجها. كل ده بسبب ايه؟ بسبب العلم. العلم ده اللي بيهديني للايمان، اللي بيزيل عني الخرافات والجهل. يعني مثلا في ناس تقول ايه؟ الناس يعني اللي مش متعلمه تؤمن بالحاجات اللي فيها خرافات، اللي هو مثلا الشبشب لو مش عارفه مقلوب بيجيب النكد، معرفش لو قرينا الفنجان هنعرف مصيرنا. ما فيش حد يعرف مصيرنا غير ربنا. ففي حاجات الناس عشان مش متعلم الناس اللي مش متعلمه وعايشين في الخرافات بتاعت الجهل. فلازم ان احنا نكتسب العلم ونتعلم اكتر عشان نمحي من عقولنا كل الخرافات اللي اكتسبناها من سبب الجهل. فالعلم ليه فضائل كتيره علينا. طيب يا ميس، انا مواطن الجمال بالنسبه لي وحشه وصعبه ومش بعرفها. طب احنا ناخدها بطريقه سهله خالص عشان نحفظها وما ننساهاش. دلوقتي بيقول لي اول بيت ايه؟ العلم نور بين ايدي المرء من كل المطالب. انا عايزه البيت ده اخليه في مواطن جمال. بيقول لي النور، العلم نور بين ايدي المرء في كل المطالب. هو العلم ده ينفع يبقى في ايدي؟ هيا يا شباب، العلم ده ينفع ابقى ماسكاه في ايدي؟ لا يمس، لا لا يمس. صح. طيب ينفع ان هو اصلا يبقى نور فعلا انا بولع بيه النور العلم ده؟ لا، كل ده بيشبه لي صح. يبقى اول ما يقول لي العلم نور بين ايدي المرء في كل مطالب اقول له ايه؟
ده بيصور لي العلم بالنور، بينور بيضيء للانسان. يبقى ده اللي انا عايزه اعرفه، ما يقول لي العلم نور يبقى ده تصوير العلم بالنور. يبقى انا خدت من اول كلمتين، العلم نور يبقى صور لي العلم بالنور، وصور لي كمان العلم بالمفتاح يطلبه الجميع. لو بيقول ايه، العلم نور بين ايدي المرء في كل مطالب. يبقى انا لما اجي اقرا البيت من خلال البيت هعرف اجيب موطن الجمال، انا فاهم البيت. العلم نور يبقى خلاص، اول ما يقول لي العلم نور يبقى ده تصور العلم بالنور، ينور طريق الانسان. طيب العلم نور بين ايدي المرء في كل المطالب، يبقى كأن انا بطلب العلم ده، يبقى هو مفتاح المطالب للجميع. طيب الجهل اشبه بالظلام، يبقى كده هنا صور لي ايه من نفس الجمله، الجهل اشبه بالظلام، يبقى شبه لي الجهل هنا بالكلمه الثالثه اللي هو بالظلام، يبقى صور الجهل بالظلام. يبقى انا من خلال البيت بقدر اجيب مواطن الجمال، اكون بس فاهم البيت. الجهل اشبه بالظلام، يبقى شبه الجهل او صور الجهل بالظلام. طب يحفوه من كل جانب، يبقى هنا يحفوه من كل جانب، دي استخدم كلمه يحفوه يفيد التجدد والاستمرار. طب انا امتى اعرف إيه كلمه التجدد والاستمرار؟ اي فعل اشوفه فعل مضارع اقول يفيد التجدد والاستمرار. يبقى احنا اتفقنا لما نشوف فعل مضارع نقول ايه، يفيد التجدد والاستمرار. يبقى احنا جاي دلوقتي خدنا اول بيتين او اول بيت، خدنا ان العلم نور، يبقى صور العلم بالنور بيضيء طريق الانسان، وصور العلم بمفتاح يطلب الجميع يطلبه. الجهل اشبه بالظلام، صور لنا الجهل بالظلام. يحفيه من كل جانب، بدأ بفعل مضارع، يبقى اقول ايه، استخدام الفعل يحفيه فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار. اي فعل مضارع اشوفه قدامي يفيد التجدد والاستمرار. طيب لو لقيت كلمتين عكس بعض، زي مثلا قلت ايه، العلم والجهل، اول ما الاقي كلمتين عكس بعض اعرف على طول ان هم تضاد، بقول عليهم تضاد يوضح المعنى ويؤكد. مثلا النور النور والظلام، يبقى تضاد يقوي المعنى ويوضحه. تمام يا شباب، تمام يا باشا، حسيت كده مواطن الجمال سهله شويه بنفهمها، بحس ان انا يعني لو جت لاي مواطن جمال هعرف ان انا لو انا فهمته هعرف ان انا اكتبه عادي. اي كلمتين عكس بعض اقول عليهم تضاد، لما الاقي فعل مضارع اقول يفيد التجدد والاستمرار. لا بقى غير كده بقى، اشوف الجمله عندي بيقول ايه، الجهل اشبه بالظلام مثلا، فانا اصور لي الجهل بالظلام، الاقي حاجه بنصورها بحاجه، اكني بشرح البيت في مواطن الجمال. نكمل بقية مواطن الجمال. العلم يعفي المرء من ثقل المتاعب، هنا صور العلم بإيه؟ بشخص. العلم يعفي المرء من ثقل المتاعب، هو العلم هو اللي بيشيل المتاعب ولا الإنسان؟ الإنسان. يبقى هنا صور العلم بشخص بيريح الآخرين من متاعب الثقيل، يبقى صورنا العلم بشخص بيريح الآخرين من متاعب الثقال، متاعبهم الثقيلة دي الحاجة اللي تقيلة عليهم، في شخص تاني بيمسكها ويريحها عليهم، بيشيلها من عليهم. يبقى صور العلم بشخص يريح الآخرين من متاعبهم الثقيلة، يبقى صورنا العلم بشخص. طيب ثقل المتاعب، هنا صور المتاعب بإيه؟ صور المتاعب بثقل بس كده، أنا بجيب ثقل المتاعب أقول صور المتاعب بإن هي ثقيلة، يبقى ثقل المتاعب صور المتاعب بإنها ثقيلة. في العلم تخفيف، يبقى إحنا كل موطن جمال بنلاقي تصوير حاجة بحاجة. في العلم تخفيف، اللي ما يعرو الحياة من النوائب، هنا صورنا الحياة الشخص المصاب بالنوائب بالأمراض. يبقى هنا في العلم تخفيف، اللي ما يعرو الحياة من النوائب، يبقى صورنا حياة الشخص المصاب بأنه شخص إيه، مليء بالإيه، بالأمراض اللي بتصيب أي شخص. يبقى في العلم تخفيف، اللي ما يعرو الحياة من النوائب، صور الحياة بشخص مصاب وتصوير النوائب بأمراض كثيرة تصيب الإيه، الشخص. في العلم توسيع لأبواب التجارة، يبقى هنا تعبير يدل على ايه؟ ان العلم بيوسع لنا مصادر الرزق. في العلم توسيع لابواب التجاره، ده تعبير جميل، بيقول لنا ان العلم ده بيوسع الرزق، ايه؟ ان هو سبب توسيع الرزق بتاعنا. لابواب التجاره والمكاسب، يبقى هنا صور التجاره والمكاسب بمدينه لها ابواب. يبقى ابواب التجاره والمكاسب، اكني بجيب الكلمه الثانيه بصورها بالكلمه الاولانيه. تصوير التجاره والمكاسب بمدينه لها ابواب عديده. طيب هو ليه جاب المكاسب على بعد التجاره، ما جابش مثلا الابواب المكاسب والتجاره؟ عشان انا يرغب الناس في استخدام العلم في التجاره الاول، عشان بعد استخدامه في التجاره هتكسبه، يبقى لترغيب الناس في استخدام العلم في التجاره. في العلم اصلاح المفاسد والعقائد والمذاهب، يعني هنا صور ان العلم ليه اثار في الاصلاح، ان هو بيصلح لي المفاسد،
بيهذب العقائد، وبيهذب بيهذب لنا الافكار، بيصلح لنا المفاسد بتاعتنا افكارنا. يبقى هنا التصوير الجميل يدل على اثار العلم في الاصلاح، بيصلح لنا المفاسد والعقائد والمزاج. اصلاح ومفاسد طبعا كلمتين عكس بعض، هنقول عليهم ايه؟ تضاد، يوضح المعنى ويؤكد. طيب الجمع في المفاسد والعقائد والمذاهب، لما نشوف اي كلمه يقول جمع، قول جمع يفيد الكثره. لما نشوف اي كلمه جمع نقول جمع ايه؟ يفيد الكثره. يبقى لو كلمتين عكس بعض اقول على طول تضاد. لو لقيت اي كلمه جمع اقول جمع يفيد الكثره. لو لقيت اي فعل مضارع هقول فعل ايه؟ يفيد التجدد والاستمرار. دي ثوابت عندي انا، عرفتها خلاص. طيب انا لا اوفي، انا ده، انا ده ضمير ايه؟ متكلم. يبقى نقول استخدام الشعر ضمير المتكلم يدل على اعتزازه برايه، ان هو معتز برايه، معتز بمشورته. غرو المناقب، صور المناقب بخيول لها بياض في جبينتها. يعني عندنا الخيول العربيه بيبقى في عند الجبهه بتاعتها كده حته فيها بيضه كده عند الجبين. فهنا غرو المناقب يبقى صور العلم، صور قصدي المناقب بخيول لها بياض في جبهتها. اهي المناقب هنقول جمع ليه؟ للكسره. يبقى اي جمع يجي عندنا نقول جمع للكسره. طب هو عمال كرر لي في العلم 3 مرات ليه؟ عشان ياكد لي على شده الحرص، ان هو ينصحنا ان احنا نستفاد بالعلم. اخر بيتين، يا قوم اول ما، يا قوم اول ده كده اسلوب ايه؟ على طول اسلوب نداء غرضه التنبيه. يبقى اول ما اشوف يا مثلا اقول يا محمد، يا احمد، يا نور، يا عادل، ده كله يبقى اسلوب ايه؟ نداء. اسلوب ايه؟ نداء. لما الاقي حد بينادي عليا يبقى ده اسلوب نداء. يا قوم اسلوب نداء. طب التنكير في قوم يفيد ايه؟ التعظيم. انا عندي في حاجتين، في تعظيم وفي تحقير. لما الاقي في حاجه بيحمدها وبيمجدها هقول عليها تعظيم. لما الاقي حاجه مش مهمه مش مهمه عندي بسميها تحقير. زي ما هو مثلا يا جهل، الجهل دي حاجه مش مهمه فاقول عليها ايه؟ تحقير. لكن يا قوم بيكلمنا احنا القوم، يبقى هو بيعظمنا. يبقى ما يقول التنكير ده يعني ما فيش الف ولام، يعني ما قالش يا القوم. ثانيه كده، يعني مثلا اقول يا القوم، يا قوم، التنكير ده انا ما جبتش فيها الالف واللام. طيب انا جبتها من غير الف واللام ليه؟ عشان اعظم الشيء ده. يبقى لما اجي يبقى الكلمه فيها تنكير يبقى حاجه من الاثنين، يا الا تعظيم يا الا تحقير. لو حاجه كويسه هنقول عليها تعظيم، لو حاجه مش كويسه هنقول عليها تحقير. طيب هنا بيعمل ايه؟ بيتكلم عن القوم اللي هو احنا، يبقى هنا بيفيد ايه؟ التعظيم. بس انا بتكلم عن السماء يبقى تعظيم، بتكلم عن الجمال يبقى تعظيم، يبقى حاجه كويسه يبقى تعظيم، بتكلم عن مصر يبقى بعظمها يبقى تعظيم. لكن لو قلت مثلا عن الجهل، عن الظلام، عن حاجه زي كده يبقى اقول ايه؟ تحقير. ان العلم بالاجماع محمود العواقب. اول ما اشوف ان في اي بيت شعر هقول على طول اسلوب مؤكد بان. اول ما اشوف ان اقول ان او انه او انما. التلاته دول اول ما اشوفهم اقول اسلوب مؤكد بان او انه او انما. التلاته دول اول ما اشوفهم اقول اسلوب مؤكد. يبقى ان العلم يبقى اسلوب مؤكد بان. يبقى احنا كده في ثوابت عندنا في مواطن الجمال. لو شفت كلمتين عكس بعض اقول عليهم تضاد. لو شفت اسلوب بينادي عليه يعني مثلا زي يا محمد، يا قوم، يا مصر، يبقى ده اسلوب نداء على طول. عندي لما اشوف ان، انه، انما يبقى اقول اسلوب مؤكد بان. لما الاقي كلمه فيها تنكير يلا حاجه من الاثنين، تنكير يفيد التعظيم يلا تنكير يفيد التحقير. تعظيم لو حاجه كويسه، تحقير لو حاجه مش كويسه. تاني كمان اول ما الاقي فعل مضارع اقول على طول الفعل المضارع ده يفيد التجدد والاستمرار. طب ما هو مضارع يبقى يفيد التجدد والاستمرار. طيب طيب ان العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم. هنا كرر العلم 3 مرات بيأكد على ايه؟ مكانة العلم واهميته عندنا وقد ايه هو مهم. وكمان كرر يا قوم كتير ويأكد على حرص الشارع ان هو يفهم قومه ويفهم اهله ويرفع من شأنهم ويفهمهم اهميه العلم. يبقى التكرار ده بيفيد التأكيد، اي تكرار عندنا بيفيد التأكيد ان هو عايز يأكد على حاجه. هنا بيقول العلم يبقى عايز يأكد على العلم، يا قوم يبقى عايز يأكد ان القوم ان هم يفهموا ويرفع مكانتهم ويعرفهم العلم.
هنسأل كده شوية أسئلة بسيطة. يا محمد ايوه ماشي. لما اقول العلم نور يبقى هنا كده شبه لي ايه او صور ايه؟ بصور العلم عن انه النور في الحياة. ماشي، نور الحياة او النور الذي يضيء الانسان، يضيء طريق الانسان. ممتاز يا محمد. طيب يا عادل، لما اقول يا عادل الجهل اشبه بالظلام صور لي ايه؟ صور الجهل بالظلام. ممتاز. طيب يا نور، لما اقول مثلا كده امسح بس الشاشه ليه، يا نور لما اقول يا قوم يبقى ده اسلوب ايه؟ نداء، أسلوب نداء. نداء. ممتاز. طيب لما اقول يا محمد العلم، في العلم، في العلم، تكررت في العلم، التكرر يفيد ايه؟ يدل على تكرار أهمية العلم، أهمية التكرار العلم. يدل على الأهمية. أنا قلت يؤكد على أهمية العلم. ممتاز يا محمد. طيب يا عادل، تمام. لما أقول مثلا يا قوم يا قوم، كرر برضو يا قوم كذا مرة، يفيد إيه؟ لا مش أسلوب نداء، أنا دلوقتي بقول لماذا يكرر يا قوم يا قوم أكتر من مرة؟ ليه كررها؟ إن أهمية إن هو عايز تكرر يوصل ويفهم مين؟ أهله أو القوم. قومه، أهمية الإيه؟ العلم. تمام. يبقى انا عندي الابيات لو انا فاهمها هعرف احل اي موطن جميل، مش هحتاج ان انا لسه احفظ موطن بيت، احفظ بيت بيت والموطن بتاعه، بيت بيت والموطن بتاعه، لا انا لو فاهم الابيات يبقى خلاص انا هعرف اجاوب اي موطن جمال قدامي. طيب نيجي بقى نقرا اخر حاجه، يلا يا محمد اقرا لي الابيات. تمام يا مش أرى آخر، أرى آخر بيت. اقرا لي الابيات. حاضر. العلم نورا بين أيدي للمرء في كل مطالب، والجهل أشبه بالظلام يحفه من كل جانب. العلم يعفي المرء في الأعمال من ثقل المتاعب، في العلم تخفيف لما يعور الحياة من النوائب، في العلم توسيع لأبواب التجارة والمكاسب، في العلم إصلاح المفاسد مكاسب. سواء على العقائد والمذاهب. إن أنا لا أوفي الذكر ما للعلم من غرر المناقب. يا قوم إن العلم ما بالإجماع محمود دون العواقب. يا قوم إن العلم ثم العلم ثم العلم واجب. ممتاز يا محمد. يلا يا عادل. تمام. العلم بين أيدي المرء في كل المطالب، والجهل أشبه بالظلام يحفه من كل جانب. العلم يعفي المرء في الأعمال من ثقل المتاعب، في العلم تخفيف لما يغزو الحياة من النوائب، في العلم توسيع لأبواب التجارة والمكاسب، في العلم إصلاح المفاسد والعقائد والمذاهب. أنا لا أوفي ذكر ما العلم. للعلم من غير المناقب. يا قوم إن العلم بالإجماع محمود العواقب. يا قوم إن العلم ثم العلم ثم ثم إن العلم ثم العلم واجب. ممتاز. يلا يا نور. العلم نور بين أهل المرء في كل لا ممكن مطلب. نعلي شوية نور. العلم نور، العلم نور بين أيدي المرء في كل المطالب، والجهل أشبه بالظلام يحفه من كل جانب. العلم يعفي المرء في الأعمال من ثقل المتاعب، العلم تخفيف مما يعر الحياة من النوائب، العلم توسيع لأبواب التجارة والمكاسب، العلم إصلاح المفاسد والعقائد والمذاهب. أنا لا أفسي
ذكرى ما للعلم من غرغرة مناقب. يا قوم إن العلم بالإجماع محمود العواقب. يا قوم إن العلم ثم العلم ثم العلم واجب. شكرا يا نور. طيب احنا كده الابيات بالنسبه لنا سهله. اول بيقول العلم نور بين ايدي المرء في كل المطالب، كده شبه لنا العلم بالنور، ان احنا كلنا بنطلب العلم ده. والجهل اشبه بالظلام، شبه لنا الجهل زي الظلام بالظبط، بيحفو الانسان من كل الجوانب. العلم يعفو المرء من الاعمال من ثقل المتاعب. لو انت انسان متعلم وعندك علم هيبقى ما عندكش متاعب في الحياه، عكس الانسان الجاهل بيبقى عنده متاعب واشقاء اكتر من الانسان العالم اللي عنده علم. في العلم تخفيفا لما يعرو الحياه من نوائب، العلم بيخفف لنا النوائب والمشاكل اللي في حياتنا. لو انا عندي علم هقدر احل مشاكلي بكل سهوله. في العلم توسيع لابواب التجاره والمكاسب، وكمان العلم بيوسع لي ابواب التجاره. لو انا عندي علم اقدر انا اوسع تجارتي واكسب اكتر واكتر. في العلم اصلاح المفاسد والعقائد والمذاهب، العلم اللي بيصلح لي المفاسد بتاعت عقلي، بيصلح لي العقائد، بيصلح لي المذاهب، بيصلح لي افكاري السيئه اللي خليها افكار جيده بسبب العلم. انا لا اوفي ذكر ما للعلم من غرر المناقب. العلم ده بيشبهوا لي في البيت ده بان هو عامل زي الخيول اللي عندها في الجبين بتاعها غرر بيضاء. يا قوم ان العلم بالاجماع محمود العواقب. هنا بقى في الاخر يبدا يخاطب القوم واهله يقول لهم ان العلم ده محمود، حاجه كويسه لازم ان احنا نستفيد منه. يا قوم ان العلم ثم العلم ثم العلم واجب، لازم تتعلمه، لازم تشوفوا العلم، لازم تسعوا للعلم. يأكد عليهم أكتر من مرة عشان يأكد عليهم أهمية العلم. طيب إحنا قرينا المواطن الجمال بتاعة الأبيات الجميلة دي، وكانت ما شاء الله سهلة. إحنا هنفهم الأبيات أكتر ما إحنا نحفظها، نفهمها بالفهم هنقدر نحل أي موطن جمال قدامنا. طيب نقرأ المعاني مع بعضينا. أنا هقول الكلمة وأنتوا تقولوا معناها أو المضاد بتاعها. النور نفتح المايكات يا شباب عشان تقولوا معايا. نور مضادها الظلام وجمعها أنوار. ممتاز يا نور، مضاد الظلام وجمع أنوار. المرء الإنسان يعني الجمع الرجال. الإنسان والجمع الرجال من غير لفظ. المطالب الجهاد إيه يا والمطلوب. شباب؟ مفيش غير نورة. فين عادل ومحمد؟ افتحوا المايكات يلا. المطالب اللي هي الحاجات والمقاصد أيوة يا والمفرد المطلوب. يحفه محيطه يحوط. ممتازة. جانب ناحية الجمع ناحية جوانب. أو الجمع جوانب. ممتاز. أي مس نعم يا محمد. أنا موجود. طب يلا يا محمد اقرا فين عادل معانا، بس محمد؟ انا عايز صوت نوره. تمام. يعفي المرء يرفع عنه المضاد يكفله يكلفه. ثقل جعل ثقيل. حمل المراد ثقيل. تعب ومشقة. المضاد خفة. الجمع أثقال. ممتازين. المتاعب المشقة المشقات. المضاد الراحة. المفرد المتعب أو المتعبة. ممتازين. تخفيف تيسير تيسير وتسهيل وتلطيف. المضاد أثقال. يعرو يصيب يصيب. المضاد يخطئ. الحياة الماء. المضاد الواقع المضاد جمع الموت. الجمع الحيوات. النوائب الأمور الأمور الصعبة الصعبة على الإنسان. المفرد الكوارث والمصائب. المفرد النائبة. المكاسب الأرباح الأرباح. الأرباح المضاد الخسائر. المفرد المكسب. ممتازين. المفاسد الأضرار. المضاد المصالح والمنافع. المفرد المفسد. العقائد الأفكار الثابتة الراسخة. المفرد العقيدة. المذاهب المراد الأخلاق الآراء والنظريات. المفرد المذهب. أوفي أعيد أعطي حقه حقه كامل كاملا. ضاد القصر المضاد أنتقص وأبخس. ممتازين. ذكر استحضار استحضار وتذكر. غرر
متغرر غرة، وهي بياض في الجبهة الفرس، المراد أفضل وأكرم. المناقب، الفضائل، المضاد، الرذائل، والملائب، والمسائب، والمسالب. والمفرد المنقبض. تمام، آخر معاني قو. جماعة من الناس، وجماعة أقوام. ممتازة. الإجماع، الاتفاق، الاتفاق، المضاد، الاختلاف. ممتازين. محمود، طيب وحسن، المضاد مذموم. العواقب، خاتمة الشيء أو نتيجته، المفرد، العاقبة. واجب لازم أو أو ضروري، ضروري، مضاد أو مضاد اختيار. اختيار. ممتاز. طيب عندنا بعد كده كام سؤال على الدرس هنقراهم مع بعضينا. اللينك لو قفل يا شباب هنخش تاني. تمام. عقد الشاعر مقارنة بين العلم والجهل، فماذا قال عنهما يا محمد؟ هذا العلم نور يرشد الإنسان ويساعده في تحقيق أمانيه ومطالبه، الجهل سور من الظلام يحيط بالإنسان ويجعله متخبطا في حياته. يبقى هنا شبهنا العلم بالنور اللي بيرشد الإنسان، والجهل بالظلام اللي بيحب الإنسان. طيب يا نورة، العلم فوائد متعددة، اذكرها. ايه الأربع فوائد بتاعت العلم؟ يرفع على الإنسان أثقال الحياة ومشقها، يخفف على الإنسان المصائب ويساعده على تحملها وتجاوزها، يوسع للإنسان أبواب التجارة والرزق، يصلح تفكير الإنسان ويهديه إلى الأمان ممتازة. يبقى والإيمان. بيرفع الإنسان عن أثقال الحياة وأثقال الحياة، بيخفف على الإنسان المصائب والمشاكل، يوسع أبواب الرزق، بيصلح تفكير الإنسان ويهديه الإيمان، وبيزيل عنه الجهل والخرافات. يا محمد، كيف يؤثر العلم في التجارة والاقتصاد؟ تمام يا مس، يوسع العلم في أبواب الرزق ويفتح مجالات جديدة للتجارة وينمي الاقتصاد. وينمي الاقتصاد. ممتاز. طيب يا نورة، كيف يصلح العلم عقائد الناس ومذاهبهم؟ يبعد عنهم فساد التفكير، ويهديهم إلى الإيمان، ويزيل عنهم الجهل والخرافات. الخرافات. ممتاز. محمد، ما الذي يصعب على الشاعر فعله؟ ايه الحاجة الصعبة اللي مش قادر يعملها؟ المايك مفتوح يا محمد. نعم يا مس، بقول ما الذي يصعب على الشاعر فعله؟ قول حاجة صعبة اللي مش قادر يعملها. يصعب عليه ذكر فضائل العلم كلها لذلك لكثرتها وتنوعها. يعني مش قادر، صعب عليه ان هو يقول كل افضل العلم، لان العلم افضله كتيرة جدا ومتنوعة. طيب يا نورة، على ما اجمع الشعراء وغيرهم من البشر، كلهم اجمعوا على ايه؟ على إن العلم النتائج المحمودة. محمود. ممتاز. يا محمد، بما نصح الشعر قومه؟ نصحهم بطلب العلم والسعة إلى تحصيله. والسعي إلى تحصيله. ممتاز. طيب يا نورة، لو أنا عايزة أحط عنوان غير العلم واجب، ممكن أحط عنوان أقول إيه تاني؟ أقول بيتين. المقارنة بين العلم والجهل. ممتاز. يا محمد، ماذا يحدث إذا بخل المتعلمون بعلمهم واستثاروا به لأنفسهم؟ ساد الجهل بين الطائفة الأكبر من الناس وانحدرت لدى الأمة. يبقى لو المتعلمين ما رضوش يعلموا الناس الغير متعلمة أو بقية الناس، الأمة هيبقى فيها جهل كتير. المفروض اللي عنده علم أو عنده عارف معلومة يعرفها للناس التانية، يعرفها لغيره. يلا يا نورة، ماذا يحدث إذا أهمل المجتمع العلم واهتم بجمع المال بس؟ أصبح هذا المال وسيلة للتدمير
وبالتالي يعجز عن تحقيق أي تقدم أو رقي. اوكي ممتاز. يلا يا محمد، سيب حال مجتمع يخلو من العلم والعلماء. مجتمع أمي أهله كالأموات، يسود التخلف ورجعية. والرجعية. يبقى هنا المجتمع لو مفيش علم أو علماء هيبقى مجتمع أمي مفيهوش أي علم، هيسود الجهل والتخلف والرجعية. يلا يا نورة، هل كل العلم نافع؟ وضح إجابتك مع التمثيل. لا، ليس كل العلم نافع، فإذا كان مسخرا لخدمة البشرية كان نافعا، كاستخدام الذرة في علاج السرطان. أما إذا كان مسخرا لإيذاء البشرية كان ضارا، كاستخدام الذرة في صناعة الأسلحة النووية. يبقى العلم ده سلاح ذو حدين، ممكن يبقى ضار بالانسان ونافع ليه، وممكن يبقى مؤذي للانسان. امتى يبقى نافع؟ نافع لو انا بستخدمه في حاجه كويسه، حاجه خيره، زي مثلا استخدم الذره دي في علاج السرطان. لكن هيبقى امتى مؤذي ليا؟ لو انا استخدمت الذره دي ان انا اذي الناس، استخدمتها في الشر، استخدمتها في ان انا اعمل اسلحه نوويه عشان اقضي على البلاد، اقضي على ناس، فده كده يبقى علمي مش نافع، يبقى علمي ضار. يلا يا محمد، ماذا تقول لطالب يكره العلم ويتسرب من مدرسته، يعني يهرب من مدرسته، هتقول له ايه؟ إن العلم هو الطريق لإصلاح العقل والاهتداء في الحياة وتحصيل المكاسب والمنافع. ممتاز. يلا يلا يا نور، بين اثر انتشار العلم على الفرد والمجتمع. على الفرد يصلح الحال، يصلح على الفرد ويصيب مواطنا ويصبح مواطنا قادرا على استخدام وطنه. على المجتمع يقر شأن المجتمع وتنهض الأمة. يبقى على الفرد بيصلح شأنه، بيخليه مواطن قادر وعارف يخدم وطنه وعارف مصلحته، وعلى المجتمع بيصلح شأن المجتمع كله وبينهض الأمة وتخليها دولة متقدمة بدل ما تبقى دولة رجعية أو متأخرة. طيب نبدأ نحل بقى أسئلة على الدرس. يلا يا محمد، الجهل سور من الظلام يحوط المرء ويهلكه. صح يا مس. يلا يا نور، العلم لا يفيد الإنسان في توسيع مصادر رزقه. خطأ. خطأ. ممتاز. يلا يا محمد، يصعب حصر ما للعلم من فضائل. يصعب حصر ما للعلم الفضاء، يعني ايه حصر يا مس؟ يعني اقدر ان انا اقول كل فضائل العلم، زي ما الشاعر كده كان قادر يقول كل فضائل العلم، يحصرها كلها ويقولها. غلط غلط، ما كانش غلط، قادر. ما يقدرش ولا كلها. لا ماشي، هنقول بقى صح ان هو يصعب حصر مال العلم، يقول بدل غلط نقول صح. يبقى هو فعلا صعب، مش قادر ان انا احصر كل ايه. ما هو كان مذكور في الملخص انه مش قادر يوصفها من كترها. ايوه مش قادر يوصفها، يبقى ده كده ايه، صعب ولا سهل؟ صح. صعب. يبقى هو بيقول لك يصعب حصر مال العلم من فضائل، هو كده صعب، يبقى كده يصعب، يبقى فعلا بقى صعب صح. بالنسبه لي. يبقى صح. يلا يا نور، أجمع كل البشر على أن العلم نتائج محدودة. خطأ. ليه مش احنا كلنا اجمعنا ان العلم ده نتائجه محموده وكويسه، قلناها في الملخص لسه قايلينها، يبقى صح. يلا يا محمد، العلم سلاح ذو حدين. صح يا مس. لسه قايلها لكم، العلم سلاح ذو حدين، ممكن نستخدمه نضر الناس، ممكن نستخدمه وانا انفع بايه الناس. طيب قول لي فوائد العلم. احنا طبعا خلاص عرفنا فوائد العلم، انه بيوسع الارزاق، بيفيد البشريه، ان هو بيخرجنا من نور الجهل، من ظلام الجهل لنور العلم، ان هو نتائجه محموده، دي فضائل كبيره علينا، بيوسع رزقنا. يلا يا نور، يصلح العلم عقائد الناس ومذاهبهم، حيث اري كل الاختيارات وقولي لي انهي اختيار صح. تمام.
يساعد المرأة على تحقيق أمنياته ومطالبه. ايه؟ جيم يساعد المرأة على تحقيق لا أمنياته بتكلم دلوقتي ان العقائد الناس يصلح العمل عقائد الناس، ازاي اصلح عقائدهم؟ يعني ايه عقائد يونس؟ العقائد اللي هي يعني افكارنا، مذاهبنا، توجهاتنا. ايه يا محمد، كل واحد ليه دور. دال تمام يا باشا. ايه يا نور؟ دال يجعل المرء يعمل عقله هيبقى يبعد عنهم فساد التفكير ويزيل الجهل، يبعد عنهم اي فساد تفكير ويزيل الجهل من دماغهم. طيب يلا يا محمد، قولي النص مين، احنا قلنا اسمه ايه؟ نعم مش قولي النص مين؟ قال النص هو حافظ إبراهيم. لا احنا قلنا حتى الشاعر العراقي حافظ ابراهيم ده مصري.